السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا عنا أكل اليوم اسمه كنافة. الكنافة هي أصل من فلسطين وأكلة أورينتال يعني شرقي. راح أكلة بسيطة كتير، وهلا راح نبدأ في مرحلتين، مرحلة للتطبيق ومرحلة الثانية بالشوي. طبعا الشوي بيطول شي 10 دقائق لربع ساعة، والتطبيق سهل كتير ومكوناتها كتير بسيطة. راح أقول لكم المقادير شو هنن، بسيطة كتير. عنا هون عجينة كنافة تقريبا 300 جرام، عندنا سمن بلدي 200 جرام، جبنة موزاريلا عندي تقريبا 100 جرام، قشطة صنع يدوي عندنا 500 جرام، جوز 200 جرام بالحشوة، وتقريبا حبتين للزينة بس، وعندي عسل، طبعا عسل سويته بايدي كمان بالبيت شي 200 جرام، من 150 ل 200 جرام، جوز الهند ديكور. راح نبدأ هلا بالتطبيق، كتير سهل وبسيط. تمام، هي أكلة شتوية. عندي هون طوايتين، طواية كبيرة وطواية صغيرة، بنعملها بالطواية الصغيرة وبعدين بنقلبها على الطواية الكبيرة، طبعا بالشوية. هلا راح نطبق. تمام، سمن بلدي، هاي الكبيرة للقلب طبعا، وجه الثاني خليكي كله يصير واحد، هون كمان خلينا نظبطها اكثر، خلص هي. راح هلا نبعد هالزبدة هاي شوي عشان قدامنا يكون فاضي. نجيب الطواي، هلا بنبدا بالعجينة الكنافة من رشة رش هيك بالطريقة هاي. أنا بحط هالعجينة بالفريزر، هو لازم يكون بأكتر شيء بيستعملوها طرية، بس أنا بختار هاي بحطها بالفريزر لأن بيعطي كريسبي بيقرمش أكتر شيء. ركزوا على الجناب. واكثر شيء بعد ما حطينا اول طبق نكبسها منيح، نكبسها منيح منيح منيح، سهل وبسيط. هو اهم شيء بالكنافه يكون مكبوس. طبعا يعني الكميه انتم يعني بتتحكموا فيه، يكون اكبر العائلة، تكون يعني من 4 5 اشخاص 6 اشخاص، هي تقريبا لاربع اشخاص، يعني 4 اشخاص بيشبعوا منها. هلا تقريبا خلصنا هاي شو اسمها، خلينا نكمل. في عنا محلات هيك رقيقة كتير، ما بصير لازم نغطيها كلها. قد ما كبستوها قد ما كان أحسن. هلا هاي حطيناها هون، بدنا نجيب هلا القشطة، قشطة اليدوي. بدنا نحاول هلا بالمعلقة أو بإيدنا، معلش يعني بإيدنا، إذا حطينا إيدنا هيك بما إنه لابسين كفوف يعني معلش. وكل ما كانت رقيقة على فكرة أحسن، رقيقة ما بتعجن يعني بتستوي منيح. راح تطلع شي مرتب هلا، تشتهي تاكلها. لو جبنا السباتول هيك شوي، عملنا هيك تمام، كله
كله صار تقريبا واحد. خلص هلا عنا جوز، راح نحط شوي هون كمان. عنا هلا موزاريلا، عفوا عنا موزاريلا هلا هون شوي هيك. اكثر شيء يعني ديروا بالكم على الجناب، تمام. هلا جبنه موزاريلا شو بيعمل؟ بيعطي مطه، يعني للكنافه بتعطي مطه. هلا بالشرق الاوسط بسوريا ما كنا نعمل هيك، طبعا في قشطه بلديه وفي عنا ما كنا نحط موزاريلا. هون على حسب شو متوفر عنا، بس كمان لذيذه يعني بصراحه. هلا راح نحط جوز، هلا راح نحط هذا الجوز اللي فارمينه. هذا الجوز طبعا بنحشى فستق كمان، جوز يعني مكسرات، بس اطيب شيء فيه الجوز. هلا عملنا هيك بس يكون يعني كل شيء متناسق. هلا شو بدنا نكبس شوي شوي مشان الجوز يلزق بالموزاريلا وبالشو اسمه. هلا تمام، هاي طبقنا هيك. ايش طلع لنا هلا؟ طلع لنا الطبق الثاني للكنافه، عجينه كنافه. طبعا نحط طبقه ثانيه. بنحاول بنركز منيح منيح. قلنا الجناب اهم شيء، الجناب. هلا ممكن نسمك شوي هون. بدنا نحاول نغطيها كلها طبعا، لان هذا الوجه بده يكون لتحت بالمرحله الثانيه على الشوي. هلا على فكره بنرجع نكبسها منيح عشان خلينا نكبسها شوي هيك. ناقص عجينة، أكيد ناقص عجينة لسه. طبعا هل هيك الطالع من حواليه بيحترق هلا، لأنه يعني رقيقة كتير وما بيتحمل نار لحاله. مو حطيت ايدي بالسمنة بتلزق بيدي، معلش. هي أكلة بيتوتية وبالفنادق والمطاعم بيتقدم بكل الأوتيلات والمطاعم والفنادق. طبعا بالشرق الأوسط بياكلوه كتير. هلا شوفوا صار ما أحلى هيك. ركزوا لي على جناب، على فكرة جناب هيك لازم يكون مقد. طبعا هون هلا راح نحط شوي، في اماكن لازم نعبيهم. كبسنا الكبسه منيح. هلا هو قلنا لازم يكون رقيقة مو سميكة كتير مشان يقرمش معنا ويستوي منيح. على فكرة هاي بحطها بالفريزة اصلا انا، يعني هي بتكون فريش بس انا بحطها بالفريزة بتتقطع وبيعمل كريسبي. تمام هلا خلينا نكبسها، اظن خلص تمام هيك. خلاص تمام. هلا عنا مرحلة تانية طبعا الشوي، رح ننتقل عن مرحلة الشوي وبعد الشوي ان شاء الله نعمل سكبة صحن ان شاء الله كنافة وصحتين. وانا خ
خلوكم معنا لمرحلة تانية. هلا راح ننتقل على مرحلة الشوي. عنا هون الغاز، لا تنسوا شغلة، هون في صاجة مشان النار ما يجي مباشرة على الكنافة. راح نشعل الغاز ونراقب الكنافة يعني بطريقة دقيقة جدا. طبعا النار راح يكون واطي كتير 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 مشان نتحكم فيه. تمام، هيك راح يكون. ونحن شو بنعمل؟ هيك بنحط الكنافة على الجناب بهي الطريقة. هاي أهم شيء يكون على الجناب. منضل منراقب فيها، ما فينا نتركها طبعا ونمشي، راح نراقب شوي شوي هيك، يعني بدك تقول من 10 دقائق لربع ساعة، ويمكن يمد أكثر، ممكن يمد أكثر. وبعد ما نشوى من تحت بنقلبها على الطرف الثاني. عندنا طواية ثانية كبيرة قلنا مدهونة بالزبدة والسمنة، وإن شاء الله بعد ما نخلص نقدم لكم صحن لذيذ. وخليكم معنا. وهلا شوينا الكنافة، المرحلة الأخيرة، طفي الغاز وبهي الطريقة بنقلب. بسم الله، شوفوا هالشوفه. راح نبدا هلا بالسكب. خلينا ناخذ هيك من هالجنب، خلينا نحط القطر كمان قبل ما تمام. طبعا بيتشرب. شوي هيك راح نجيب نشيل القطعة. تمام، شايفين عملية السكب. راح نعطيه شوية زينة، عبارة عن شوية قشطة، قطعة، ولا فينا نحط قطعتين مثلا. عملنا هيك ولا هيك، اثنين، شوية مربى الفريز. طبعا شغل البيت هذا مربى الفريز على الجناب. هلا صحتين وهنا، وهي اخر شيء قدمنا لكم، صحن كنافه. هلا اخر شيء راح احط لكم شوية جوز الهند هيك كديكور منظر. وبالنسبه لمربى الفريز يعني اجتياز شخصي، حبيت اكسر لون الصحن، ابدل اللون، بس اجتياز شخصي من عندي بس. وصحتين وهنا.